مشاهدينا ومتابعينا ومتتبعي عدسه تي في بازيدان، مستمرين معكم في اجراء اللقاءات ما بعد نهايه المباراه الختاميه لبطوله شاطئ النصر. القلعه بطلا لبطوله شاطئ النصر 28. يسعدني ويشرفني كثيرا بان استضيف عدد من لاعبي ومسؤولي فريق القلعه الرياضي بمكه المكرمه. زهير تيجاني قائد الفريق من حقق الانجاز برفقه العشر لاعبين معه داخل ارضيه الملعب. في بدايه زهير ارحب بك، امس عليك، الف مبروك البطوله. تعبكم جهدكم لم يكلأ، حققتم المراد، وصلتم الى ما تطمحون له. الله يبارك فيك والله يسعدكم ويعطيكم الف عافيه على تقدم مميزه. وانا احب يعني ابارك لجميع رجالات القلعه واقول لهم الف مبروك. هذه البطوله شاركنا فيها تقريبا 10 مرات ويعني وحاولنا والحمد لله ربي وفقنا وجبنا كاس. صراحة أنا أهدي الكاس للرجال هذا السادة اللي تعب معانا سيد أحمد الجهني، أهدي الكاس سهير. يعني هذه البطولة البعض يتحدث بأنها كانت عنيدة على أبناء القلعة، اليوم كسرتم كل القواعد، حققتم لقب البطولة، إيش الرسالة اللي تقدمها للرياضيين مكة لمتابعي فريق القلعة بمكة المكرمة وضواحيها؟ والله أحب أهديهم الكاس جميع محبين القلعة سواء جماهير أو رياضيين، وأقول لهم بالذات الناس اللي كانوا يدعمونا الفترة الماضية ويقولوا إنه الفريق كويس ويعني يملك عناصر كويسة. أحب أقول لهم إن هذا الكاس هدية بسيطة نقدمها لكم، وبإذن الله القادم حيكون أجمل واحد إن شاء الله. بإذن الله زهير، سعداء كثيرة متواجدك معنا مرة أخرى، ألف مبروك، شكرا لك. الله يبارك فيك، يعطيكم الصحة. في البداية ألف مبروك، تعبتم عملتم في هذه البطولة، حققتم المراد، حققتم اللقب الأغلى على قلوبكم، لقب بطولة شاطئ النصر. الله يبارك فيك، وهذا أقل شيء نقدر نقدمه للأستاذ أحمد، تعب معانا في الفترة الأخيرة. محمد، هذه البطولة كيف كانت؟ يعني من المباراة الأولى واجهتم اضطرابات، انتصار ثم تعادل وتعادل، وصلتم إلى دور الثمانية أكثر من حاجز وأكثر من عائق حتى كسرتم كل القواعد وحققتم اللقب. هي كانت الصراحة مستعسة علينا فعشر سنين اللي فاتت، بس الحمد لله هذه البطولة قدرنا نجيبها وجبناها. محمد، ايش تقول لزملائك اللاعبين اللي ساندوكم وحققتم اللقب؟ الله يديهم العافيه وما قصروا، اللي جوا نفس اللي برا ما يحتاج غير رجال القلعه. طيب شكرا لك. الله يديك العافيه. مستمر معكم ايها الاخوه المشاهدين دحمي عبد الرحمن، يعني اليوم غائب عن المباراه الختاميه ربما بسبب الاصابه، ايش سبب الغياب؟ والله في مباراه الدور الاربع حقيقه، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مباراه الدور الاربع حسيت بضربه كذا اخر الشوط الاول وخرجت الشوط الاول ولما رجعت برضو البيت وكذا حسيت صراحه بالام، رحت المستشفى اليوم الثاني صار فيه التهاب وكذا منعني من المشاركه اليوم، لكن الحمد لله الرجال جابوها وهذا يعني اقل حاجه يستحقها الاستاذ احمد لانه تعب حقيقه ونال الان مراد الحمد لله. القلعه بطل لبطوله هي الأغلى على قلوب كل محبي القلعة، 10 سنوات أو 10 مشاركات كلها باءت بالفشل، اليوم ما حققتم اللقب، إيش هي رسالتك لكل لاعبي فريق القلعة؟ أول شيء يعني نشكر الجميع حقيقة، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، اللاعبين، لأنه حقيقة تعبوا في الفترة الأخيرة وكان مجهود يعني تمارين ومباريات وكان يعني صراحة مجهود، بالذات أستاذ أحمد يعني تعب وهو يستحق الآن، وأشكر زملائي اللاعبين اللي كانوا رجال اليوم وكانوا يعني في الموعد حقيقة، من الحارس للآخر لاعب للاحتياطين كلهم يعني ما قصروا ويعطيهم العافية والحمد لله، الحمد لله على التوفيق. الحمد لله، شكرا للمشاهدين. مالك، حققتم البطولة، الكأس الغالية في أياديكم، مالك انت شاركت في المباراه من الشوط الاول الى نهايه المباراه، كيف كانت المباراه؟ كيف كان خصمكم فريق السعاده؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الخصم يعني كان مقفل، حاولنا ان نوصل الباب اشكل من كوره وما توفقنا الا بكوره واحده، والحمد لله وصلنا البنتيات وما قصر حارسنا رائد الصالح. مالك، بطوله شاطئ النصر البطوله الاغلى الاجمل والاكمل على مستوى احياء مكه المكرمه، لقب هذه البطولة إيش يعني لكم كلاعبين لفريق القلعة؟ والله هي لها 11 سنة البطولة وإحنا نحاول، واللي جات المرة 12 وجبناها، وإن هي أول بطولة كبيرة نحققها اللي هي بطولة الشاطئ، ويعني تعني لنا كل شيء بصراحة. يعني مالك، مشاركات فريق القلعة في جدة في مكة كلها باءت بالفشل، اليوم تحققون لقب بطولة الشاطئ، إيش هي رسالتك فريق القلعة وللاعبي القلعة ولكيان القلعة ولمدرب فريق القلعة؟ أول شيء أشكرهم، أشكر الأستاذ يعني ما قصر، يعني بصراحة يمكن في نوادي ما يلقونا اللي إحنا نلقاه، حبينا نفرحه وإن شاء الله في كل بطولة بنحرز الكأس بإذن الله. بإذن الله، شكرا لك. شكرا.
مشاهدينا متابعينا ومتتبعين تي في بازيدان مستمرين معكم في إجراء اللقاءات بعد المباراة الختامية القلعة بطلا لبطولة شاطئ النصر. حمدان في البداية رحب بك، أمسي عليك عبر عدسة تي في بازيدان. مسك الله بالنور، وأول شيء نقول الحمد لله على الفوز هذا اللي جاء بعد تعب وبعد تعب الزملاء في الملعب ومؤازرة الإدارة والاحتياطيين، فالحمد لله نقول. حمدان لاعبين إداريين مدرب جمهور كلهم وقفوا خلف القلعة حتى حققوا لقب البطولة، ايش تقول لهم؟ اقول لهم بيض الله وجيهكم وها جبنا الكاس، واقول له افرحوا هذه السنة هذه وان شاء الله السنة القادمة ان شاء الله حنا نواصل على نيلنا هذه البطولة برضو. لا شكرا لك. عفوا لك. رائد بمعنى الكلمة، أنت الأجمل، أنت الأكمل، أنت اللي برفقة زملائك حققت لقب هذه البطولة بمساندة الزملاء. مشواركم في هذه البطولة كيف كان؟ والله الحمد لله مشوار، وقول الحمد لله وبسم الله الرحمن الرحيم ويسي. والله مشوار كان صعب، من أفضل الفرق قابلنا الأسطورة، قابلنا تحدي العزية وحتى الفرق اللي كانت مجموعات، تهانا بالمركز الثاني. الله الحمد لله حققنا البطولة أمس. رايد، الفرق اللي واجهتوها ما كانت سهلة، حتى اليوم السعادة ما كان سهل، أغلب المباريات تأهلتم وبصعوبة في دور المجموعات كثاني مجموعة، دور الثمانية وبصعوبة، دور الأربعة 16، يعني واضح بأن القلعة عنيد، القلعة روح، القلعة كيان. أنت شخصيا كيف شايف طموح فريق القلعة، مشوار فريق القلعة في القادم؟ الله إن شاء الله بإذن الله هذه البطولة ثاني بطولة، مدري رابع بطولة تقريبا مع القلعة، وإن شاء الله تكون البطولات مستمرة بإذن الله. بإذن الله. شكرا لك. في البداية ألف مبروك لقب بطولة شاطئ النصر. عبد الله، كيف كانت البطولة بمجمل عام؟ أول شيء الحمد لله على كل حال، ثاني شيء الله يبارك فيك. والله القلعة له كم، ويعني يدخل بطولة الشاطئ بالذات إنه يطلع دوري الثمانية، دوري الأربعة، دوري 16، ثمانية، والحمد لله اليوم رايد كان قده، الحمد لله صد لنا بلنتيين واخذنا البطوله، وبارك للاستاذ احمد على هذا البطوله الحمد لله. عبد الله، اليوم فريق القلعه، كيان القلعه، روح القلعه، كانوا حاضرين كلهم داخل ارضيه الملعب حتى حققوا البطوله، الروح المعنويه، الدفعه المعنويه من الاستاذ احمد الجاني، كل الامور كانت مهيئه لكم بان تحققوا لقب البطوله وحققتوها. والله زي ما قلت لك، لانه القلعه كل ما يخش هذه البطوله بالذات يعني زي ما تقول نحس، والعيال كانوا إنهم مصممين إلا خلاص هذه السنة إلا تجي البطولة، والحمد لله على كل حال جبناها الحمد لله. عبد الله، سعادة كثير متواجدك معنا مرة أخرى، ألف مبروك وشكرا لك. الله يسعدك، وشكرا لقناة خالد بازيدان.